أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم. طوال اللبنانيون استحقاق طرابلس الفرعي ليعيدهم وضع بلدهم إلى هواجسهم، وما سيطال عيشهم من سياسة التقشف وسط إخراج الكلام عن اقتطاع أو تخفيض رواتب القطاع العام من الكواليس السياسية إلى التصريحات العلنية. كل ذلك ومعركة الفساد لم تصل إلى الرؤوس الكبيرة، والأرجح لم تصل، خصوصا أن ما وضع من تشريعات لكف يد سارقي المال العام إما لا تطبق وإما وضعت بصيغة غير قابلة للتطبيق. وهنا نسأل، أين قانون، من أين لك هذا؟ قانون حماية كاشفي الفساد وقانون القضاء العدلي، وأين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ أين قانون الحق بالوصول إلى المعلومات؟ وما هو فاعل المجلس الأعلى الذي شكل مؤخرا لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ وماذا عن تضمينه شرط توافر الثلثين، وهو شرط أكثر من مستحيل في ظل التركيبة الحالية؟ ماذا أيضا عن الرقابة البرلمانية، وما هي فاعلة تلك الرقابة؟ كل هذه الأسئلة وسواها أطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، وهو طبعا النائب السابق والمشرع الذي لديه الكثير من التشريعات التي عمل عليها وأقرها في المجلس النيابي، النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر. أهلا وسهلا فيك. شكرا من المتأهل. يعني طبعا هذا الكلام كل العالم بتقول أستاذ غسان مخيبر ليه مش بالمجلس، لازم يكون بالمجلس، لأنه مع الأسف اليوم صار في قلة مشرعين بالمجلس، وهيدا يمكن صغرة بالمجلس النيابي الحالي. أولا بشكر محبتك، أنا ما زلت بالخدمة مثل ما كنت قبل النيابة، خلال نيابتي وبعد انقطاعي عن مسؤوليتي في مجلس النواب، أنا ما زلت بخدمة هذا البلد، لأنه في بلد ما في دولة، ودولة منهوبة، دولة ضايعة، جزء منها بدها إعادة بناء، وهذا الشغل اللي بدأته عم كمله ومستمر فيه لحتى أي انتخابات مقبلة، والقرار بده يرجع يعود للناخبين المتنيين بأي استحقاق آخر أنا مرشح إن شاء الله. وبتأمل أنه اللي يقدروا الناخبين بالمرة المقبلة يقرروا فعلا على ضوء اللي حصل واللي عم بيحصل من بالفعل انهيار لمنظومة هذه الدولة الفاعلة، إذا بدوا خياراتهم تكون مختلفة بالمرة المقبلة. طبعا بالفعل، خصوصا انه حضرتك في كثير قوانين لهلا بعدك مقدمه بالمجلس النيابي وما اقرت، لم تقر وعم بتتابعها مع زملائك على امل انه يتبنوها. طبعا طبعا رح يكون بسياق الحلقه نعودي لها منهم ذكرتيهم، في قوانين كتبت لكي لا تطبق، عملنا على تحسين شروطها والدفع باتجاه تطبيقها، ما زلنا عاملين بموضوع مساءله هذه الدوله وتفعيل هذه المساءله، لانه مثل ما بتعرفي بالكلام عن المال العام بلبنان لسوء الحظ ما في مال عام، في مال سايب لسنوات طويلة، هالمال السايب ما بيقدر يتحسن أدائه بما فيه الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي اللي نحن فيه. صحيح. من دون ما نعيد النظر بكل المنظومة اللي فاسدة فساد بنيوي، وبالتالي الكلام عن الفساد اللي صار شبه تعويذي أو شعوذة كلامية بالكلام السياسي، لا أنا من قابضينا جد، واللي طبعاً بيعتقدوا انه اذا اشتغلنا مزبوط لا فينا نقوى على هذا الفساد، بس بده جهد كبير ما شايفه عم يحصل بشكل كافي. نعم. بده جهد يستمر. نعم، بدي طبعا احكي عن الفساد والمنظومة التشريعية، ولكن قبل بدنا نتوقف عند الموضوع يلي بهم اكثر من اللبنانية اليوم. بعد الكلام الاخير عن تخفيض الرواتب، مثل ما بنعرف انه رواتب تم زيادتها بعد سنوات ونتيجة قانون يلي هو قانون السلسلة، اليوم هذا الحديث عن تخفيض الرواتب بهالسهولة ممكن يمر؟ اكيد مش حيمر بسهولة. هيدا بيرجع بذكر قديش صار خارج عن مألوف اللبناني انه نحكي بالموازنة. المطلب الأول أنه يصير في موازنة يلي تخطيت المهل، طبعا تخطينا كل المهل الدستورية، وإذا بدنا نرجع مثل ما بتحكي الحكومة أنه نلتزم بما فرضته التزامات لبنان بمؤتمر صدر، فأول شغلة اللي مفروض أن يكون عندنا موازنة. صحيح. هلأ هيدي الموازنة بدها تحدد حجم تكلفة الدولة، بدل ما نحكي بس عن تخفيض الرواتب والأجور للموظفين اللي اصلا بدأ تعديل لقانون سلسله الرواتب والاجور، مش حتحصل الا بنقاش رح يكون محموم علني وصريح بمجلس النواب، عم بيصير تحضير له. صحيح. ببعض التصريحات الصحفيه والاعلاميه من جهات مختلفه والسياسيه، انما اعاده النظر اولا تيكون في موازنه وتحدي كبير.
وهذا ناطرينه من مجلس وزراء، ما فيهم بقى يتأخروا فيه. ثانيا قصة كلفة موظفي الدولة، لازم ينعاد النظر بكلفة الدولة مش تخفيض مرتبات الموظفين، لأنه يمكن في موظفين ما عم ياخذوا كافي، في موظفين عم ياخذوا أكثر ما لازم لهم. بس حجم كلفة الدولة اللي غالبه في تسرب لمال منهوب ومال غير مراقب، نعم كلفة الدولة لازم إعادة النظر فيها. وهذا تحدي مكافحة الفساد، لأنه الفساد ما بيصير بس برجع بقول بالكلام، تخفيض كلفة الدولة بيتطلب العودة لتطبيق ما اتفق عليه وما أقر بقانون بوزنة 2017 الإصلاحات. عم نحكي لوقتها قلنا إصلاحات، إعادة النظر بحجم الدولة ما بيعني التوظيفات العشوائية اللي صارت بعدين، بغالبيتها كمان كان توظيف سياسي وإن حصل بقرارات مجلس وزراء. صحيح. استمرار تكبير حجم الدولة من دون حاجة للموظفين، في عندك عدد كتير كبير من وظائف الدولة فارغ، الدولة ما فيها تأدي وظيفتها إذا ما كان فيها موظفين، عم بيصير في توظيف من خارج ملك الدولة، وهيدي المأساة الكبيرة. صحيح. اللي خارج عن أي رقابة للهيئات الرقابية مثل مجلس خدمة المدنية، وبالتالي عم تقولوا انتظام عمل الدولة، هالتوظيفات خارج عن انتظام عمل الدولة، الوظائف عم بتكون بحالات غير، مش بس ما فيها موظفين، بس في موظفين بيتعينوا تما يشتغلوا مش لملء الشغور، يعني هون مش بس لملء الشغور، في ما هو توظيفات العشوائية بلبنان هو الفساد بعينه، لأنه هو بيزيد الزبائنية السياسية طبعا. بشكل أنه صار بديهي، بتقولي لأي واحد بده يدخل على الوظيفة العامة أو بأي وظيفة بالدولة بيقول لازم تعرف حدا، لازم تكون بالطائفة المناسبة، ولازم تعرف حدا، وإذا ما طالب فيك زعيمك أو المسؤول عنك بحزب معين ما لك خبز. وهيدي مأساة اللي عم ترجع تحول الناس بدل ما يكونوا مواطنين إلى زبائن، وهيدي بتفسد كل العملية الانتخابية، وناهيك عن أنه هود الأشخاص صاروا محميين إما من زعمائهم أو من طوائفهم، وصرت إذا بدك تحكي عن شخص فاسد وكأنك عم تسب الدين بزعيمه أو بطيفته. طبعا هاي المنظومة المريضة كلها عمليا لازم يعرفوا المستمعين أنه الكلام عن مكافحة الفساد ما هي أقل من إعادة النظر فيها. هيدي القرارات الصعبة اللي بدأت تتاخد، مش تخفيض معاشات عسكري من هون أو موظف من هون، هو لازم ينزاد يمكن معاشاتهم، بس هل نحتاج لحجم الدولة الموجود بملكة اتخذ قرار بمعرض الموازنة الأخيرة مش بس بمنع التوظيف إلا بقرار مجلس وزراء، لمجلس وزراء خرق قرار اللي أقره القانون، بس لازم ينعاد النظر بالتوصيف الوظيفة بحجم الدولة بإعادة هيكلتها. الثورة الإلكترونية اللي صارت موجودة اللي واكبها قانون للمعاملات الإلكترونية ما واكبها عملية التوظيف الإداري بالدولة، وما عاد عندنا تنظيم إداري بيقدر يستغل هذه التطورات التكنولوجية لتخفيض عدد الموظفين وزيادة معاشاتهم. بينما هناك في خيارات أخرى أبواب الهدر كبيرة، من الجمعيات الوهمية، من التهرب الضريبي، ومن كثير من القطاعات اللي ممكن يكون في وقف للهدر، من كلفة الإيجارات العالية جدا، لإدارات مش موجودة، إدارات موجودة على الورق عم تقبض معاشات بس مش عم تشتغل، موظفين عم يقبضوا على الورق ما بيشتغلوا. إعادة النظر بحجم الدولة ضروري، وتأخر انفاذ هذا القانون، القانون بينفذوه الزعماء مثل ما هن بدهم. وهذا التقصير، الدولة اللبنانية مش بس فاسدة، إدارتها سيئة، سبيصدر قانون وحدا بيتابعه، هيدي مأساة، وبيتحضر لقوانين كمان ما بتصدر على الوقت، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قوانين بتصدر لازم تزيد مستوى الشفافية بالدولة، كمان ما بتطبق أو بتطبق بشكل غير سليم، رقابة شبه معطلة من مجلس النواب للمؤسسات الرقابية الأخرى. عم بيصير في محاولات، عم بيصير في محاولات لمجلس خدمة المدنية، للهيئة العليا للتأديب، للتفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، التفتيش القضائي اليوم عم يرجع بيتحرك، عم نشوف في قضاة عم يتحولوا للتأديب، قضاة عم يتوقفوا عن العمل، بس هيدا كله اللبنانيين عارفينه، والخشية انه ما يتوقف المسؤولية على السمك الصغير، لانه التقرير اللي صدر عن الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود
لاحظ انه مش عم يوردوا الا ملفات بتحاسب موظفين صغار. صحيح. بينما مستوى المسؤولية، مستوى الفساد بيطارك مستوى اعلى بكتير، حتى لو وزراء سابقين. هيدي المسؤولية عم يدخل الحابل بالنابل بالكلام السياسي، ومثل ما تفضلتي وين مسؤولية الكل؟ ده أقله بالمستقبل ما نعيد الكرة ونقدر نعرف إنه أي مال بده يدخل على الدولة ما يدخل على مال الدولة مثل السلة اللي ما بتعبى فيها ماء، بده يروح وهدر مثل ما كان الميل عم بيروح هذا بالماضي. يعني حضرتك مثل كل المواطنين اليوم منك مآمن انه معركة مكافحة الفساد رح توصل لنتيجة توقف الهدر؟ بلا، عندي ايمان راسخ، شرط نعمل ننفذ خطة. نعم. هيدي الخطة موجودة، اسمها خطة استراتيجية للوقاية من الفساد ومكافحة الفساد، الى خطة تنفيذية. المأساة بتعرفي شو؟ انه وقت عرضت على مجلس وزراء اجلوا البت فيها، مع انه كان صار لها 3 سنين بالتخطيط. مؤسف انه كان مجلس وزراء ما عنده شيء افضل واهم انه يناقش خطه استراتيجيه لمكافحه الفساد، وحيلت حتى ولو احيلت على لجنه فلازم تكون من اولويات عمل مجلس وزراء. تاخروا مجلس وزراء اكثر من 3 شهور تعرضوه على جدول اعمالهم تيرجعوا ياجلوا. هيدي رساله سيئه عم تعطيها الحكومه لمدى اولويه عمليه مكافحه الفساد. هناك تأخير أيضا بوضع قوانين بغاية الأهمية على جدول أعمال مجلس النواب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أنا مناشد على منبرك الرئيس بري بأنه يوضع هذا المشروع على جدول أعمال الجلسة بعد بكرة. نعم. هذا مشروع أقر بلجنة الإدارة والعدل بالولاية السابقة للمجلس، وكان اللي شرف ترأس لجنة اشتغلنا 3.5 سنين. صحيح. ما أفضل الخبرات المحلية والدولية تعملنا مشروع أقر بنفس الصيغة من لجنة الإدارة، من لجنة المال والموازنة، لازم ينحال على مجلس النواب بهيئته العامة. إذا بدنا نعطي رسالة لنفسنا بالأول وبعدين للمؤسسات الدولية المانحة إنه نحن جديين، في حد أدنى من القرارات لازم تتاخد. وبتزعلي لأنه هالحد الأدنى مش عم بيصير، وعم ينحكى مكافحة فساد مكافحة فساد. نفذوا بالحد الأدنى هذه التدابير اللي صارت جاهزة. ولكن هذه الهيئة حتى لو تم وضع على جدول أعمال وأقرت، هذه الهيئة لديها صلاحيات يعني ملاحقة قضائية؟ طبعا، مش بس عندها صلاحية، عندها صلاحية للاستقصاء، هي هيئة استقصاء وإحالة، خلينا نحكي عنها. نعم. لأنه هي تشكل عمود الفقري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية من الفساد، لأنه عندها أكثر من وظيفة. هي أولا جهة بتتلقى شكاوى ومعلومات من الناس وبتحميهم، لأنه قانون حماية كشف الفساد نعطى فيها صلاحية لهيدي الهيئة تحميهم. وبالتالي إذا ما شكلنا الهيئة قانون حماية كشف الفساد ما بيكون فعال، وبدك تشجع الناس يجوا يعطوا معلومات وأدلة. هي جهة استقصاء وإحالة بالحالات اللي يمكن فيها أنه تأخذ معلومات من المواطنين، تحميهم، تشجعهم، تعطيهم مصاري ونسبة مئوية من ما توفر الدولة إذا تمكنت معلومات اللي أعطيت لهم من الوصول إلى الوقاية من الفساد أو حمايتها. عظيم. توصل 10% من المال الفاسد. وهيدي الهيئة بتستقصي وبتحيل للجهات القضائية والتأديبية المختصة، وحتى بتحيل للجهات السياسية المختصة من مجلس نواب ومجلس وزراء، وما بتكتفي بالإحالة، بتقدر وكأنها بتتخذ صفة المصلحة، صفة الادعاء الشخصي، بتلاحق الدعاوى. وإذا قرر أي نائب عام أو محامي عام أو مدعي عام يضب الملف إلى حق تطلب التوسع والتحقيق، ولكن إلى حق تطلب الاستئناف أو التمييز. نعم. وبالتالي جهة بهيدي الوظيفة مهمة كتير، عندها وظائف أخرى، ولكن بأعضاء جهة مستقلة، يعني أعضاء رح يكونوا مستقلين عن القوى السياسية، قادرين هن يكونوا عم ياخذوا قرارات من دون ضغوط سياسية بالنظام اللي وضعناه باقتراح القانون. نعم، وأعطيناها الحد الأقصى من أدوات الاستقلال وحمايتها من السلطات السياسية، من التدخلات، لأنه واحد التسبية عم تجي من جهات مستقلة، القضاة بينتخبوا من القضاة، مندوبي نقابة المحامين يسموا من نقابة المحامين، وكلهم جهات مستقلة من نقابة المدققي المحاسبة. وبالتالي هناك جهات مستقلة تسمي
لكل وظيفة تقريبا ثلاث أسماء مجلس وزراء بيختار منهم. حل. مجلس وزراء يعني هناك حد من تسييس التعيينات مثل ما حصل بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمفقودين اللي بذكر بمناسبة الذكرى الـ 44 للحروب لاندلاع الحروب في قانون كمان يحتاج لتطبيق. وبالتالي عندنا مشكل بتطبيق القوانين بهذه الدولة العالية. اشتغلنا لسنوات على تنفيذ القانون بس هلا بنرجع بعد شوي لتفعيل دور الرقابة لمجلس النواب. صحيح. لا يقتصر دور مجلس النواب على انتاج قوانين. على كل حال في لجنه بالمجلس النواب مكلفه متابعه تنفيذ القوانين اللي هن اكثر من 40 قانون. كتر خيرها هيدي اللجنه وبحيي رئيسها زميلي وصديقي النايب ياسين جابر واعضائها كلهم. بس هيدا العمل هو عمل المجلس مش بس لجنه. حتى اللجنه فيها تحضر جهد بس المجلس لازم هو يصرخ. حتى وان كان المجلس والحكومه تقريبا نفس الشيء. لانه نحن بحكومه شو اسمه بسموها وحده وطنيه بس حكومه ائتلافيه اللي فيها غالبيه قوى سياسيه هناك اقليه من القوى السياسيه صارت خارج هذه الحكومه. بس بالرغم من هذا الامر بتامل نرجع نحكي فيها بعد شوي هناك وسائل وطرق لتفعيل الرقابه على الحكومه على الوزراء وعلى تطبيق القوانين ولا يقتصر هذا الجهد على لجنه وان كان عملها جليل. نعم. بس هيدا يعني اقرار من المجلس ومن هيدي المنظومه انه نعمل قوانين ما بطبقوها. طب كيف بده يستقيم دور الدوله؟ كيف بده يشتغل منه قانون قضاء العدله كمان؟ قانون قضاء العدله موجود بس في تعديل لإله لازم الاسراع باقراره. بس بنرجع بنقول انه عم يتداخل كلامنا عفوا عم يتداخل بالكلام اللي عم نحكي عن الهيئه الوطنيه مش هيك؟ بس الهيئه الوطنيه جهه للمساءله هي بتحيل اللي بيحاسب مين؟ اللي بيحاسب القضاء. اذا جهه قضائيه للمسؤوليه الجزائيه، مسؤوليه المدنيه، مسؤوليه الماليه مع ديوان المحاسبه، مسؤوليه السياسيه بمجلس النواب. شفتي كلها كلهم شبه معطلين. في شكل ما في فعاليه. هيئه التاديب يعني دوره مفصله مجلس التاديب الموظفين بيصير من هيئه ما عندها عدد موظفين كفايه تيفتشوا. صحيح. ما في رابط كافي بين هيئه التفتيش وهيئه التاديب. ليش؟ لانه لا الادارات بتبعت لهيئات التاديب ولا هيئه التفتيش بتبعت بشكل كافي لهيئات التاديب. في منظومه وان فيها شكل غير فعاله. يعني لازم يعرفوا الناس اللي عم يسمعونا انه منا ترف قصه كتابه قوانين. نعم تطبيق القوانين مهم. بس كمان في قوانين كتبت لكي لا تطبق. بعطي دائما مثل قانون الاسراء غير المشروع. قلتي قانون من اين لك هذا؟ اسوأ قوانين مكتوبه على ضمن الكتب القانونيه اللبنانيه. لانه عنا اسوأ نظام للتصريح عن الذمه الماليه، انه بفوت الموظف من رئيس الجمهوريه لاخر موظف بالدوله، مفروض يصرحه عن ممتلكاته مش هيك؟ بس هيدي التصريحات بظروف مكفله. أحصيت وقت كنا عم نشتغل على تعديل هذا القانون أحصيت أكثر من 60,000 تصريح بخزنة البنك المركزي لم تفتح ما حدا فتحه. وبالتالي شو مصيرها يعني ما فهمت ليش مصيرتهم العفن. وإذا لو بيوصلوا جرادين على خزنات المصرف المركزي كيف تاكلون جرادين؟ على الأقل هن محفوظين. بس لا فعالية بالمرة لهذا القانون اللي بيجعل التصريحات سرية بالمطلق. ليه ما في جهة موكلة إنها هي شوف لا بس هلا بالتعديل اللي عملناه اجرينا تعديل. يعني اللي حابب اقوله للمشاهدين نعم انه بهيدي الفتره انا قضيت 16 سنه من عمري بمجلس النواب نرجع نصلح المنظومه اللي فيها شيء مش شكل من دون فعاليه. في شكل لقانون من اين لك هذا؟ فعاليه صفر. لانه ما في جهه بتقدر تفتح المظاريف وتحقق على الاقل انه فيها شيء. ممكن الموظف من رأس الهرم لكعبه ما يكون حط شيء مختوم بالشمل الأحمر. لكن هي فضيحة أنه قانون ينحط بهذه الطريقة. نعم في كتير فضايح. حدا لازم يخبر الشعب اللبناني أنه عم ينجوا ناس عم بيروحوا كانوا لسنوات طويلة على مؤسسات الدولة بتدير الدولة غلط. عم قلك الدولة من دارة غلط وفاسدة فساد بنيوي. إذا ما اشتغلنا على هالمستويات ما فينا نوصل الا للنتيجه اللي وصلنا فيها انه بدنا نخفض
رواتب الدولة، المال ما عم بكفي. لكن استاذ غسان، ما في كهرباء ومكلفة الكهرباء لسنوات. اقر التعديل لقانون الإثراء غير المشروع اللي حضرتك تقدمت فيه. نعم، اشتغلت كمان لأربع سنوات على إعادة صياغة قانون جديد للإثراء غير المشروع. هذا النص صار جاهز بلجنة الإدارة والعدل، محول على لجنة المال الموازنة، بعده بالمجلس دعوة يعني. لصديقي رئيس لجنة المال الموازنة حطه من أولويات التشريع. نعم. ليش مهم؟ هذا شو بيعمل؟ قلنا في تصريحات ما حدا بيفتحها، جعلنا من الهيئة الوطنية لمكافحة فساد، نرجع لهيدي الهيئة جهة مخولة وأهمية دورة، جهة مخولة لأنها تفتح كل التصريحات، تتحقق من مضمونها إذا كان كاسب أو صحيح، وإذا وجدت أنه في حالة إثراء غير مشروع هي بتحول على القضاء المختص. وفي مقترح إضافي من تكتل لبنان القوي أنا برحب فيه وهو جيد، برفع السرية المصرفية عن كل موظفي الدولة، بس هذا لازم ينربط بقانون الإثراء غير المشروع تكون فعال طبعا. وأصلا هيدي الهيئة وقت بتطلع على المعلومات بتكون مرفوعة عنا السرية، كما فيها تحول للهيئة الخاصة، الهيئة الخاصة اللي مرتبطة بمصرف المركزي اللي هي بتتحقق من ممتلكات الأشخاص في المودعة بالمصارف، تتأكد إذا كانت هالأموال المودعة بالمصارف تتفق مع مداخيل الموظف اللي هو بصرح عنها بالتصريحات. نعم. وبالتالي جعلنا منظومة جديدة، منظومة تشريعية تفعل، تجعل من قانون غير فعال أكثر فعالية. وثانيا عدلنا بنظام الجزائي للإثراء غير المشروع، لأنه من أسرار القوانين السيئة بالدولة أنه قانون الإثراء غير المشروع منه قانون الإثراء غير المشروع. يعني التعريف الإثراء غير المشروع الموضوع بالقانون اللبناني منه تعريف إثراء غير المشروع. عدلنا بالتعريف تيصير على القليل إثراء غير المشروع، وجعلنا لهذه الجريمة عقوبات، لأنه بالقانون الحالي ما في عقوبات، في أفعال ما لها عقوبات وما حدا تلاحق. من صدور القانون العام 1952 و53 مع تعديلات بأواخر التسعينات ما حدا تلاحق، وبالتالي هون في تقصير كمان من النيابات العامة طبعا بسبب من تغطيات سياسية، وحتى الملاحقة غير فعالة، لأنه بدك تحطي كفالة مصرفية طويلة عريضة، ترجع بتصير عندك مسؤولية إذا طلعت اللي خبرتيه مش مزبوط، وأسوأ أكيد. من هيك أصلا ما في صفة ومصلحة للمدعي، لأنه المال أصلا مال عام، كيف بيقدر واحد يدعي أو يشتكي بدعوة ما عنده صفة ومصلحة فيها؟ ساعتها الهيئة هون عندها صفة. بس تخبرك عم بيختك بحالة هل القانون فيها عصفورية تشريعية، هيدي عبارة سميت بالأول كنا بعصفورية دستورية، وفي عنا عصفوريات قانونية، وعنا حالات ما في رقابة. طيب أنا بتعجب أنه الدولة ما نهبت أكتر، أنا متعجب أنه العجز الدولي مش أكتر من هيك، مع أنه هو هائل والدولة بتمالت منهوبة. إذا مع كل هذا الوضع وبعدهم عم نقبض والموظفين عم يقبضوا معاشاتهم، الدولة ما فيها تكمل هيك. نعم. أبدا ما فيها، لسبب برجع على سؤالك الأول، القرارات الإدارية اللي هي تشريعية بمجلس وزراء اللي بده يقره مجلس نواب، بهيدي الموازنة اللي بدها توصل على مجلس نواب، أنا بقيت صحيح. من تجربتي عينا 11 سنة ما في موازنة بالفعل، وبالتالي كيف بدك تراقبي وكل المصروف، كل الصرف اللي صار غير دستوري. نحن هلا بعدنا على القاعدة الاثني عشرية عم نصرف، والقاعدة الاثني عشرية كله بيقر انه القانون اللي اقره غير دستوري. ما إلك حق تقولي القاعدة الاثني عشرية ما بتطبق الا شهر مزبوط. بعد الشهر الثاني عشر اجا مجلس النواب قال لا بدنا نشطح اكثر، لانه ما في موازنة. ما في موازنة بدول مثل امريكا بتسكر الدولة تيرجعوا يحسوا عدمهم المسؤولين ويروجوا. يعني العجلة الضغط عم يجي من الدستور. نعم. لأنه بيقول الدستور إذا ما بتعمل موازنة ما فيك تصرف ولا فيك تجبي. فهيدا هو الحافز. وبالتالي إذا السلطة عطت لنفسها مجال أنه ما تطبق الدستور وما في حوافز، لهالسبب ما عم ينتظم عمل الدولة، عم تستمر بالمخالفات، وبنوصل لمرحلة أنه إيه إذا بقى 3 أشهر حتى اللي مددناهم ما عندنا موازنة ما فينا نصرف من الموظفين. فلا، روجوا عملوا موازنة بالفعل. والموازنة قبل ما تعملوها بدو ينعاد النظر بهيكلية الدولة، بحجمها، بكلفتها، بحجم الدولة وكلفة بموظفينها الدولة. ويتوقف التوظيف من خارج مجلس خدمة المدنية. بتوقيف التوظيف بده يكون في بند ما يسمح لمجلس الوزراء أن يكون عنده استثناء يوظف. لا، هيدا كمان مش مزبوط، لأنه
ما فيك لو اتخذ بوقتها بلك الخطأ هو بتنفيذ القرار. التشريع بوقتها صحيح لأنه ما فيك تعطلي إدارات الدولة لأنه في وظائف مضطرة تخطي فيها، بس مين مفترض يقدر الحاجة؟ قلنا شلناها ونشالت من وزير أو من إدارة حطت مجلس وزراء، بس طلع مجلس وزراء بيتأمن له مثل ما بيتأمن للواوي عند الجيش، ما هن عندهم مصلحة كله صحيح. فتوزعت الوظائف بحسب المصلحة. لهالسبب العمل عم بيصير بلجنة المال الموازنة مهم، لأنه عم يكشف مش بس الأخطاء بالتوظيف من قبل الإدارات بس كمان من قبل مجلس وزراء. لكن لوين بده يوصل؟ لأي نتيجة إذا الوزير الاتصالات بيقول أنا كل الموظفين بأجير أنا بحاجة لإلهم؟ فإذا بالنتيجة إذا قال الوزير هيك لجنة المال شو بدها تعمل بهيك؟ مش لجنة المال، ما هو قال أنا محتاج لإلهم وراح مجلس وزراء قال مجلس وزراء معك حق. عم بقول لك المبدأ صحيح بس مين بيراقب الجدوى؟ اللي بيراقب الجدوى على مجلس وزراء مين؟ مجلس نواب. ما في رقابة مجلس نواب على مجلس وزراء، لأنه بدنا نرجع نتذكر إنه الرقابة مش بس من لجنة المال والموازنة، من المجلس على مجلس نواب. ولكن هون هذه رقابة ضايعة. ولكن هون أستاذ غسان بنروح على السؤال يلي كلنا بنسأله، طب كيف المجلس النواب بدي راقب الحكومة كما يجب بالفعالية اللازمة إذا هي الحكومة مجلس نيابي مصغر؟ هيدا ملاحظة مشروعة. إذا اللي عم بقول بهذا الكلام جدي، أول شغلة بده يعملها بده يقر بضرورة الفصل النيابة عن الوزارة. بس حتى ولو لم نقم فصل النيابة عن الوزارة، بتعرفي شو غايب عن الحياة السياسية اللبنانية؟ ما في جلسات رقابة. من أول انتخابات 1992 لمبارح في 20 جلسة أسئلة واستجوابات، 20 جلسة فقط. بينما بدول متوسطة الديمقراطية حتى دول العالم الثالث بيعملوا جلسة بالأسبوع. نعم. مرة بالأسبوع بالدستور مكتوبة، بفرنسا مكتوبة بالدستور، ببريطانيا بيعملوا 3 جلسات بالأسبوع. عندنا دولة فاسدة وإدارتها بالمرة ما بنعمل إلا أقل من جلسة بالسنة، ولكن عم بتكون جلسات رفع عتب، يعني ولا سؤال بيتحول لاستجواب. مزبوط. لهالسبب حتى الاستجواب مش حيأدي لإسقاط الحكومة، ما هو عائق أمام النقاش. واحد تعرفي شو يعني بكون عنده مريض، بتعرفي قصة جحا اللي بيضيع مفتاحه وبيفتش عليه تحت اللمبة، بيجي واحد بيقول له شو عم تعمل؟ قال له ضيعوا بالجل، رح فتش عليه بالجل. نحن بتوصيف يعني المشكل مش بس عندنا مشكلة بس بدورية انعقاد الجلسات، خليني اقول لك انه ضرورية، قدرنا نحقق مستوى عالي من المساءلة من المحاسبة او لا، لازم المواجهة تصير بين المجلس والوزراء والحكومة مش بين اللجان. وبدي ألفت نظرك انه عمل اللجان ما بيوصل للهيئة العامة لمجلس النواب، لانه ما بينكتب تقارير بالعمل الرقابة. نحن كنا بلجنة حقوق الانسان كنا نقعد جلسات نحكي فيها عن سوء ادارة السجون، التعذيب، ما في آلية بمنظومتنا واحد يكتب، لا في محاضر بس ما في آلية، لانه اللجان منا دورة رقابة بالمنظومة اللبنانية. دورة تشريعية بتقوم بدور رقابة وهي مشكورة، بيبقى دورة محصور بأعضائها ومنه علني، لأنه الإعلام واللبنانية مش كله ما له حق يطلعوا على عملها لأنه عمال اللجان سرية. نعم. أنا تقدم باقتراح أنه اللي على أساس توصيفي لكل المشاكل قدمت سنة 2004 اقتراح قانون لزيادة فعالية الرقابة البرلمانية اللي جزء منه لا ولا طرح مرة للمناقشة، لأنه كل هالتركيبة ما عندها مصلحة برقابة. بس هلأ وصلنا لحد الانهيار. طرحت رجعت على مجموعة من زملاء النواب بمجموعة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد، لصرنا عادين اجتماعين، وطرحت القانون عليهم مثل ما في اقتراحات قوانين مختلفة من الأعضاء، والزملاء النواب الحاليين والسابقين أعضاء في مجموعة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد، أقرينا بالحاجة للنظر بتشريعات إضافة للي كان اقترح. نعم. يعني قلنا في منظومة تشريعية بعد لم تكتمل، حكينا عنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مزبوط؟ صحيح. حكينا عن قانون الإثراء غير مشروع والتصريح عن دم الملية، هو جاهزين لازم يروحوا على الهيئة العامة، ما راحوا
دعوة ومناشدة للرئيس بري من خلال تلفزيون لبنان بوضعهم على جدول أعمال جلسة المقبلة لأنه مواضيع ذات أولوية. نعم. هودي خلصوا باللجان. في قوانين أقروا ما عم يطبقوا، حق الوصول للمعلومات وحماية كشف الفساد بدهم الخطة عمل تنفيذهم. الهيئات الرقابية بدهم ينعاد النظر بقوانينهم وانشغل عليهم. هول لازم التسريع فيهم. نعم. هالسلة اللي ما تعب بماي لازم يتسكروا ثغراتها. هلا في قوانين جديدة رح نحكي مع حضرتك بقوانين رفع السرية المصرفية، المسؤولية الجدية للوزراء، الهيئات الرقابية الأخرى بما فيها اللي عم نحكي فيه، زيادة فعالية الهيئة الرقابية الأولى اللي هي مجلس النواب. صحيح. مشكور الرئيس بري عم بقول أنا بوعدكم بدي أعمل جلسة، بس أنا بأكد لك بثلاث فترات الانتخابية اللي مررت فيها بعد كل انتخابات رئيس بري كان يقعد هذا الوعد وبعدين ينعقد جلسة واثنين ووقف كل شيء. نعم رح نكمل بهذا الموضوع وكمان بدور برلمانيون لبنانيون ضد الفساد، ولكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل ابقوا معنا. عودة لمتابعة هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ غسان مخيبر. يعني كنا عم نقول الرقابة البرلمانية، لتكون هذه الرقابة البرلمانية فعالة، لو كانت هذه الرقابة فعالة لما استطاعت الحكومة أن تقوم بكل هذه التجاوزات والوزراء؟ اليوم برأيك شو المطلوب لتكون الرقابة البرلمانية أكثر فعالية؟ يعني أقل لكانت حدت من الانهيار اللي عم نشوفه اليوم. يعني اولا لازم المجلس النيابي يلعب دوره التشريعي، انما ايضا رقابه، لانه دور الرقابه لا يقل اهميه بل يفوق اهميه الدور التشريعي، والا يقتصر هذا الدور الرقابه على اللجان، وان كان يمكن ان يبدا باللجان. هذا شو بيفترض؟ واحد، ما نعتبر انه حتى ولو كانت حكومه ائتلاف وطني، لحظه بالتجربه اللبنانيه لانه الاحزاب والكتل النيابيه كلها متصارعه، حتى وإن كانت بحكومة ائتلاف وطني ما بنص الحكومة بينقروا بعضهم. صحيح. وزراء ما بينتقدوا النواب، ما بينتقدوا وزراء كتلتهم، عندهم نزعة ينتقدوا دائما وزراء الكتلة الأخرى، وفي قواص بالمنطق السياسي، قواص عشوائي وين ما بدك بينتقدون حسب الخلاف بالسياسي، إذا مختلفين بينتقدون، إذا مش مختلفين ما بينتقدون. بس بغالب الحالات، بغالب الحالات الطابع العام هو الاختلاف. يعني ولا مرة كان في حالة ركود وئام ووئام كامل. خدي موضوع الكهرباء، موضوع الكهرباء أنا بشارتك اللبنانية ما فهموا بعد شيء من صراع الوزراء بين بعضه. صحيح. لأنه التقرير المشروع لم يعلن إلا مؤخرا، مش هيك؟ مؤخرا طبعا. بلشت هلأ الوزيرة مشكورة عم تشرحه بالندوة، بس الندوة اللي عملتها مثلا بجامعة الكسليك الأولى برأيي كانت تعملها بمجلس نواب. كان لازم تجي الوزيرة بدعوة من الرئيس بري على مجلس النواب تعرض للنواب، لأنه هن بيمثلوا الشعب، مش بيجيها دعوة من جامعة كسليك ويهتم الإعلام كله بده يفهم الخطة مما يكتب الصحفيين من عرضها للوزيرة بجامعة. صحيح. طيب مجلس النواب وين؟ عادة بيعزموها على لجنة الأشغال، بكرة بدها تروح على لجنة الأشغال. بس موضوع الكهرباء هالقد مهم، ما بيعني بس لجنة الأشغال، موضوعه إنسان. إذا صار في حالة تعذيب، حدا أكل ضربة ووصل لشلل، هي ما بتعني بس لجنة حقوق الإنسان، بتعني كل المجلس، الهيئة العامة. للسبب النقاش بده ينتقل على أهميته من اللجان للهيئة العامة. الهيئة العامة مقولة الرئيس بري كان دائما وقت دائما يقول له إنه لازم يصير هذا، يقول النواب بيحكوا كتير، ووقت اللي بنحط لهم تلفزيون بيصيروا يحكوا الناس. أوكي. بينعمل 100 طريقة انك تحدي النواب بحقهم بالكلام. بكل دول العالم ما بيقدر يحكي النائب اكثر من 3 دقائق، عندنا بمطولات نص ساعة واذا عم يقرا ساعة. صحيح. يحتاج النظام الداخلي، هذا الشيء بده تعديل، يحتاج النظام الداخلي تعديل. لهالسبب اقترحت تعديل نظام داخلي لسد كل هذه الثغرات منذ العام 2004 بما فيها قصة. ما هو ليش بزهق؟ ليه الأسئلة ما بتعود فعالة؟ لأنه النايب بيبعت سؤاله، يدوب الوزارة أو الحكومة يا تجاوبه يا ما تجاوبه، وبعدين لأنه ما في جلسات، ما بينعرض على جلسات، بتراكموا الأسئلة مثل ما صار آخر مرة، غير زمانه، يعني غير زمانه بتروح فعاليته بالأسئلة. بالنظام اللبناني بيطرح سؤال النايب
بجاوب الوزير أو رئيس الحكومة وبتخلصهم. صحيح. بينما المقترح اللي أنا قدمته واللي نعم. موجود بغالبية البرلمانات بالعالم، ما اخترعت ما تسخنة، أخذنا اللي بينجح من برا وجبناه لعنا واللي بيمشي عنا. يلي هو؟ اللي هو السؤال اللي بيكتفي فيه كاتب السؤال بجواب الحكومة اللي خطي ينشر بالجريدة الرسمية. نعم. أنا طرحت سؤال في معلومات جاوبتوني اكتفيت بالسؤال، بنشر بالجريدة الرسمية، ما بضيع وقت لا النايب ولا الوزير يقرأ مطولات بالجلسة. اثنين، عملنا نظام جديد لشيء مش موجود بالنظام الداخلي، هي الأسئلة الشفهية. كل الأسئلة لازم تكون خطية ومبعت مرسلة قبل تيجي جواب، بس في أوقات أشياء حالية أني لازم تنطرح عم بتصير اليوم أو مبارح، فهيدي سمحنا بنظام خاص للأسئلة الشفهية. ثلاثة، سمحنا بحد أدنى من الحوار بين السائل والمسؤول كوزير أو حكومة، والنظام للحوار للنقاش من دون ما يتبعوا طرح للثقة، لأن لين نايب ما بيحول سؤال لاستجواب كرمال ما يوصل لاستجواب، بوصل حكمة لطرح الثقة إما طوعا من الوزير، وطرح الثقة بيعزز مشروعيته، لأنه مين بده يطير الحكومة أخذت 9 أشهر وترك بيت طبعا. ففي معوقات جربنا بحلول عملية وعرفنا أنه نزيد فعالية الأسئلة والأسئلة تنتج حوار. أنتوا بالإعلام تعملوا حوارات مع وزراء مجدية أكثر من مجلس نواب. نعم، وعرفنا أنه كمان النائب جورج عقيس بصدد تبني هذا الاقتراح اللي تقدم. أنا بشكر الأستاذ جورج عقيس، وأنا طرحته عليه وعلى مجموعة زملاء أعضاء في مجموعة برلمانيون ضد الفساد، وتمنيت على الزملاء نتناقش فيه بالجلسة المقبلة هو وغيره من القوانين، لأن في غير قوانين مثل رفع السرية المصرفية عن السياسيين. في مجموعة اقتراحات قوانين طرحت، مثلا تصير في ضابطة عدلية متخصصة بالفساد، محكمة خاصة بالفساد، هودي اقترحوا من النائب الجنرال شيمر. عم بتابعون بالبرلمانيون اللبنانيون ضد الفساد كل هالمنظومة، يعني شو دور هذه اللجنة إذا بنسميها؟ هي مجموعة تضم نواب من جميع الكتل النيابية. نعم. اجتمعت سابقين وحاليين. هيدي هي اللي اقترحت بالسابق قوانين الإثراء غير المشروع، حماية كشفي الفساد، الحق بالوصول للمعلومات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتالي كان عندها حضور سابقا بالتشريع. عليها تستكمل هذا الجهد بمتابعة التشريعات المتأخرة، طرح تشريعات جديدة مثل ما كانت تعمل بالسابق ومناقشتهم بمجموعة بتطور اختصاص، لأنه مكافحة الفساد باتت اختصاص. في أكاديميات بالعالم بتعلموا مثل ما بتعلم القانون الدستوري وقانون العقوبات، بتتعلم مادة مكافحة الفساد كمادة قائمة بذاتها، لأنها مرتبطة باتفاقية دولية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتجارب عالمية ناجحة أو فاشلة فينا نتعلم منها. وهيدي الهيئة مسؤوليتها كمان عملها أنها تزيد فعالية الهيئات الرقابية بما فيها مجلس النواب. لسبب عم نحكي عن هيدا الاقتراح اللي كنت قدمت فيه سنة 2004، ومنا نجري حوله حوار جدي، لأنه إذا ما نزيدت فعالية الهيئات الرقابية ومنها مجلس نواب، لأنه واحد بفكر هيئات رقابية بس الهيئات الأربعة، مجلس خدمة، ديوان المحاسبة وغيره، تفتيش، مجلس النواب، الهيئات الرقابية، ثم القضاء. يعني هون الهيئة، هون البرلمانيون بيكون عم يستفيدوا كمان من خبرة النواب السابقين ومن تشريعات اللي عملوا ولا يستكملوا العمل، لأنه في التجربة استمرارية. لسبب هيدي مجموعة جزء من منظومة دولية اسمها برلمانيون عالميون ضد الفساد. كان إلي شرف ترأس فرع العربي وفرع اللبناني، المجموعة اللبنانية، لسنوات طويلة كنت منسق عملها، وأستمر بفضل ثقة مستجدة لزملاء النواب الحاليين. أنا يعني أستمر معه. يعني بعدك أستاذ غسان عم بتشرع رغم أنك عم نشتغل. هذا البلد ما بينترك بحياتي، وأنا مش النيابة الوظيفة اللي خلتني أهتم بمصايبهم، كان بحقوق الإنسان أو بالفساد أو بحسن إدارته أو بانتخاباته. في مصايب هي هم لكل اللبنانيين، لازم كلنا نشد أكتاف بعضنا مع البعض، وهيدي أهميتها أن مجموعة بتضم نواب من كل الكتل النيابية. نعم. وتفرض عليهم حد أدنى من التعاون. نعم. مش التصارع، لأنه فينا نتصارع والكل حقه ينتقد الكل، بس عملها هيدي المجموعة مصمر أن تعزز البنية الرقابية والشفافية اللي هي بدها تسمح أنه المساءلة تكون فعالة أكتر. نعم. أن تسد ثغرات هالسلة اللي ما بتعبي مي. نعم. وأنتو يمكن لأول مرة عم بحكي عن إعادة إحياء
هالمجموعة على الإعلام. صحيح. هالمجموعة صارت عاقدة اجتماعين بعد الانتخابات النيابية وسوف تستمر بعقد جلساتها. وظيفتها أنها تكون فعالة، ما تعمل تصريحات، تشتغل أكثر ما تصرح. نعم، يعني بعد عندي أقل كمان من دقيقتين، بدي أختم بسؤال عن مجلس الخدمة المدنية. الناجحين بمجلس الخدمة المدنية مرسوم مجمد نتيجة عدم التوازن الطائفي، علما أن هن ليسوا بالفئات الأولى. برأيك اليوم هؤلاء الناجحين يعني في مدى زمني معين ممكن أنهم يخسروا كمان وظائفهم، كيف تنظر لهالموضوع؟ في ربما ثلاث أجوبة بينعطى على سؤالي. الجواب الأول، هيدا بيطرح موضوع الطائفية بالمنظومة السياسية اللبنانية. نعم. بيطرح موضوع إلغاء طائفية سياسية، وفي مخالفة صريحة لاتفاق الطائف اللي بيحصر طائفية بالوظائف الفئة الأولى، وهي موجودة بكل الفئات. وهيدا مرتبط بمدى قناعة القوى السياسية بمدى صحة إدارة هذه الدولة، وفي قناعة عند كتار بأنه هالقد في إجحاف لازم يصير في تدرج حتى بإلغاء هذه الطائفية. نعم. هذا موضوع نقاشه كتير طويل. الجواب الثاني عن دور مجلس خدمة المدنية. مجلس خدمة المدنية كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة كلهم عم بيقاطبوا عليه بتوظيفات خارج. صحيح. القانون، لأنه بالفاتورة. صحيح. وبالأعمال قانونية شبه قانونية بس هي فيها أوطب عليه. كل توظيفات الدولة لازم تمر من خلاله، بس كمان لازم ينعرف انه اللي بيوظف مش مجلس خدمة المدنية. مجلس خدمة المدنية وشرط ضروري انما غير كافي للتوظيف. نعم. هو بيحضر مجموعة كتير كبيرة، النجاح منه ضمانة للتوظيف. مين بيوظف الوزراء؟ بيوظف الإدارة المعنية، لأنه وهذا من الأخطاء الشائعة، ما بيوظف مجلس خدمة المدنية. مجلس خدمة المدنية بيجري مباراة دخول اللي بيتصنف على أساسها ناس يا بيقدروا يتوظفوا يا ما بيقدروا يتوظفوا، ممكن ينجحوا وعلى أساسها يعني. يمكن يتوظفوا يمكن لا. لسبب يعطي حقوق محفوظة. بس شو كان يصير؟ كان يصير بالسابق انه ينعمل مباراة، بيرجع عدد من اللي نجحوا ما بيقدروا يتوظفوا لأسباب عديدة، بيعملوا لهم عقود بالتعاقد، فبيتعاقدوا مع الإدارة، بفوتوا بيعملوا حالة واقعية انه متعاقدين، فبيصيروا يطالبوا انه ينعمل لهم قانون يعطيهم اولويه على توظيف غيرهم. نعم. لانهم بوقت الاوقات في وزير عمل لهم عقود. نعم. وهذا في جزء من الفساد، وبالتالي حاله هودي الموظفين انا بتفهمه على طبعا. المستوى الانساني هن ضحايا فساد الدوله وطائفيتها. نعم. الحل، وهي ملاحظتي الثالثه والاخيره، جزء اكبر جزء من الفساد، في جزئين من الفساد ما قدرنا نحكي عنهم بالكافي، انما جزء هو التوظيف. يعني أكبر بقرة حلوب للسياسيين هو التوظيف. نعم. أنه أفضل طريقة تشتري الناس أنك توظفيهم. وتاني بقرة حلوب هن العقود العامة، التوظيف والصفقات العمومية. الصفقات دايما بتمر من خلال سياسيين لزبائنهم للي عندهم. من هون بدنا نتذكر مؤسسة أخرى لإدارة المناقصات. نعم. إدارة المناقصات يجب أن تتطور مهمة. إلى هيئة رقابية بذاتها. نعم. تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن التفتيش، تتمتع بهيئة رقابية، تتمتع بحصنات لأعضائها وبإمكانيات كبيرة تتراقب كل صفقات الدولة، لأن ما عم بمر عندها إلا أقل من 30% من صفقات الدولة. وبالتالي بنرجع هون على منظومة الدولة التعيسة. عندنا بلد هو فخورين نحن فيه، بس عندنا إدارة ودولة مش فخورين فيها، بحاجة إلى إصلاح إداري وبحاجة إلى إصلاح تشريعي. مش بس إصلاح، بدها بناء. نعم. دولة منهارة، وانهيار المال العام هو انعكاس لانهيار هيدي الدولة، بينشغل عليهم دينهم، وهيدا بده شغل سريع، بس بده شغل، بده ساعات وساعات وأيام من العمل. نعم. وهيدي بتطرحي على نفسك، هل اللبنانيين اختاروا ناس ليشتغلوا ويعملوا هيدا الشغل؟ أو اختاروا الناس بالانتخابات ناس بيعملوا لهم حفافة وطرقات، أو هن مليونيرية بيدفعوا لهم بجيبتهم؟ نعم، هون بنرجع أستاذ غسان، خلصت حلقتنا، منظومة بنرجع على منظومة الانتخابات. وبحب حيي النائبة ديما جمالي اللي أعيد انتخابها، بتمنى لها التوفيق. إنما هذه الانتخابات بهاي منظومة الدولة المريضة. نعم. ما عاد فينا نكمل فيها بالفعل، وصلت لحد الإفلاس. ما بدنا بس نخفض مرتبات الموظفين، رواتب وأجور،
بدنا نرجع نبني هالدولة الفاسدة، نرجع نرشق انفاقها ونرشق حجمها. نعم. وهيدا التحدي الكبير بالموازنة. نعم، أنا بدي أشكر حضورك أستاذ غسان، يعني مشرع دائم سواء كنت بالمجلس النيابي أو خارج المجلس النيابي، على أمل أنه المرة الثانية نشوفك بالمجلس النيابي لاستكمال كل المنظومة التشريعية اللي حضرتك هلا عم تستكملها واللي بلشت فيها. شكرا لاستضافتكم وعقبال هالبلد. شكرا مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.